نعم استاذ كرار، يعني حضرتك شنو تعمل؟ والله أنا حاليا أعمل في إحدى شركات القطاع الخاص، لكن خليني أقول لك على شغلة. إحنا في شركات القطاع الخاص للأسف ما عندنا لا ضمان اجتماعي، في سبيل أن تحسب لنا خدمة. أنا جايتك بالسؤال، يعني أنت اليوم عندك شركة قطاع خاص تعمل بها، ليش تدور على تعيين؟ لا شنو السبب؟ العفو، مو شركتي الخاصة أنا. نعم، أنه تعمل بها، نعم نعم، نعم كموظف. نعم السؤال جيد جدا. للأسف ماكو أي ضمان اجتماعي، وهذا الشيء حيسبب مستقبلا، خصوصا ذكرت لك احنا اعمارنا وصلت ل 30، مستقبلا لا عندنا تقاعد ولا عندنا فد مورد يخدمنا بعد ما خلينا نقول تنتهي حياتنا المهنيه. هذه احدى النقاط المهمه. نقطه ثانيه، اكو اشخاص مثلي طبعا، واكو اشخاص اخرين. يعني احنا انت حضرتك ذكرتي جبتيها على التخصصات، في تخصصات للاسف ما تقدر تلقى وظيفه بالقطاع الخاص، والسبب انه يعني خلينا نقول عندنا تخصصات هندسيه، تخصصات انسانيه. احنا خلينا نقول شركات اجنبيه استثماريه كثيره ماكو بالبلد، يعني مو كلش هوايه. حتى مثلا الشباب راح ممكن يقدر يلقى فرصه حتى خلينا نقول يتعين بها، وعليه خصوصا جماعه خلينا نقول التخصصات الانسانيه للاسف يعملون في ايضا في يا اما القطاع الخاص يا اما سائق تاكسي. زين، فالنقطه الاساسيه